إلى الأردن الآن. فبعد عملية أمنية مطولة عثرت فيها أجهزة الأمن الأردنية على متفجرات وذخائر حربية وأحزمة ناسفة في مخبأ المجموعة المسلحة في الكرك، وتمكنت خلالها من قتل 4 مسلحين هاجموا رجال شرطة وقتلوا 7 منهم. لا تزال بعض خيوط الحادث مبهمة. فوزير الداخلية الأردني رجح أن المسلحين كانت لهم مخططات لاستهداف أهداف أخرى لم يحددها، كما لا تزال الصورة غير واضحة بشأن هوية المهاجمين ودوافعهم الحقيقية. أنا أعتقد على ضوء ما وجد من كميات من المتفجرات والأسلحة، أن الموضوع ليس الكرك فقط، هذا اجتهاد وليس لحد الآن لم تتضح كافة المعلومات، لكن لما يكون في أحزمة ناسفة 5-6 وفي أسلحة كلاشينات ومخازن وتفجير وقنابل، أنا ما أعتقد أنه الهدف بس قلعة الكرك، قد يكون أكثر، لكن ربنا سبحانه وتعالى مكننا من اكتشاف هذه الخلية قبل أي إجراء آخر. إحنا لحد الآن كما ذكرت نتابع هذه المعلومات، إحنا لو لدينا خلايا نائمة قبل هذا الحدث لن نتركهم، إذا تبين من خلال هذه المعلومات التي الآن نقوم بها لن نتهاون في موضوع اتخاذ الإجراء القانوني بحق أي من تخول له نفسه مس أمن هذا الوطن ومواطنه. مكالمة هاتفية كانت كفيلة بتحريك الجمر تحت رماد مخطط كان يحاك في مدينة الكرك الجنوبية التي تعد موقعا سياحيا هاما. تحركت قوات الأمن بعد انفجار في القطران إلى الشرق من الكرك استجابة لبلاغ عن انفجار شك السكان بأنه إرهابي. الشقة حيث وقع الانفجار تبين لاحقا أنها وكر يحضر فيه لعمليات، وأظهرت الصور مضبوطات تؤشر لهذا. في القطران كانت المواجهة الأولى، المسلحون قابلوا قوة الشرطة بوابل من الرصاص تحركوا بعده صوب الكرك. في الكرك كانت المواجهة الثانية، مسلحون يستهدفون مركز الشرطة قبل الفرار نحو القلعة القريبة والمحصنة طبيعيا وذات المساحة الشاسعة. وهنا تركزت المواجهات في القلعة ومحيطها، وعلى هامش تلك المواجهات تحرك أبناء المدينة في محاولة لمساعدة قوات الأمن في التصدي للمسلحين، وتمكنوا من إخراج من علقوا في خط النار من سائحين ومدنيين في القلعة. مشروع مستشفى الحكومة تفرج في أكثر من 1000 للتبرع بالدم، عباب القلعة موجودين لو صح لهم وفي طرق لهم ودم يفوتهم مع القلعة، لو موت 100 لازم يطلع هالجراذير الجوة. في مواطنين عنده خبرة مثلا اللي بيكون ساكن في الكرك له 50 ولا 60 سنة وعارف المداخل والمخارج كلها وحافظ القلعة ومتربي فيها، بساعد الأمن العام بقول له مثلا في مخرج من هنا في مدخل من هنا المنطقة هذه مثلا مكشوفة مي مكشوفة، يعني من هالكلام. تضاربت الأنباء عن انتهاء العملية، فمع كل سكوت لصوت الرصاص كانت التوقعات تسود بأنها انتهت، لكن أزيز الرصاص يعود تحت الضباب والمطر وتعود معه المواجهة لتنشط. ومع ساعات الليل الأخيرة يعلن الأمن الأردني انتهاء العملية التي ما زالت خيوطها تتكشف شيئا فشيئا، لكن الثابت الوحيد أنها أحبطت مخططا إرهابيا لضرب الأردن، يضاف إلى سلسلة خطط كشف عنها سابقا وتضع الأردن تحت تهديد الجماعات المتطرفة التي تريد استغلال الأوضاع المتوترة في المنطقة ونشرها. معنا الآن من عمان الوزير والنائب السابق الدكتور ممدوح العبادي. دكتور عبادي مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار من جديد. لا تزال هناك يعني بعض علامات الاستفهام على هذه العملية، عملية الكرك. تصريحات السيد وزير الداخلية كانت مقتضبة للغاية وكان متحفظا على ما يبدو إلى حد كبير في الإفصاح عن بعض التفاصيل، ربما لأسباب أمنية وربما لأنه من المبكر أصلا الإفصاح عن بعض هذه المعلومات. هل يمكن الجزم بأن ما جرى في الكرك بالأمس كان من ترتيب مجموعة إرهابية لها دوافع إرهابية مرتبطة بأجندات الإرهاب المتعارف عليها اليوم؟
يعني كل الظروف المحيطة وشكل الإرهابيين وشكل التصرف والتحضيرات التي وجدت بالصدفة، يعني المواطن الذي رأى أن هناك في تحضيرات معينة واشتكل الشرطة، الشرطة أتوا فكروا أنه في حريق عادي ففتحوا النار مباشرة على الضباط الأمن الذي هم يمكن غير مسلحين، يعني جايين على أساس أنه في قضية حريق وبعيدة كل البعد 40-50 كيلو عن الكرك. لذلك أنا بعتقد أنها هي بامتياز هي عملية إرهابية، والقائمين عليها تصرفوا بنفس الطريقة عندما خرجوا إلى الكرك، كل سيارة كانوا يشوفوها كانوا يطلقوا عليها النار، بطريقهم إلى القلعة أطلقوا النار على مركز أمن ومن ثم ذهبوا إلى القلعة للاختباء، حيث كانوا يعني حاطين في مخططهم الذي بدأ واضحا أن يلجأوا إلى القلعة عندما يبدأوا بتنفيذ عمليتهم التي لحسن الحظ أن استطاع أحد المواطنين اليقظ أن ينبه الشرطة لهذه الخلية، فقامت الأجهزة الأمنية بالاستباق لضرب هذه الخلية قبل أن تقوم بالعمل. وأنا كمحلل سياسي وكأمن بلد وأعرف الأمور، أنا متأكد أنه كانوا يخططوا لقيام بعملية في مدينة الكرك هذه المدينة الذي العيش المشترك الإسلامي المسيحي فيها مضرب مثل، وكانوا يريدون أن يقوموا بهذه العملية في أعياد الميلاد المجيد ليضربوا الكنائس كما ضربوا الكنائس في القاهرة. لذلك أنا بعتقد أنه كان يقظة المواطنين الضربة الاستباقية استطاعت أن تقضي على شيء أكبر في عيد الميلاد ليقضي على هذا العيش المشترك وليقضي على هذا التسامح الموجود بين الإخوة المسيحيين والمسلمين في الأردن. لذلك يمكن حظ الأردن كويس اللي اكتشفت قبل أوانها وانقضى على مهدها. دكتور عبادي، أيضا وزير الداخلية لم يفصح عن هويات الأربعة المنفذين الذين قتلوا في هذه العملية. هذه مسألة يعني قد يكون لها مدلولات مهمة، لماذا برأيك لم يتم الإفصاح عن هوياتهم؟ وهل هناك يعني بعض الأنباء أشارت إلى أنهم جميعا من الأردنيين، ما مدلول هذه المسألة إذا كانت صحيحة بالفعل؟ يعني أنا بقدر أحلل يمكن رأيين يعني أو سببين. السبب الأول، أنا لو رجل أمني أتحفظ، لكن أنا رجل سياسي بحكي بصراحة مش مفرقة معي، لكن إذا أنا بدي بعض خيوط الخلايا الأخرى التي يجب أن تلاحق من خلال المعلومات التي أسماء الأشخاص، لذلك يمكن يخبوا الأسماء حتى يستطيعوا أن يمسكوا بعض الخيوط. هذول الناس اللي ماتوا مين أصدقائهم، مع مين بيطلعوا، مع مين بيسروا، أي كيف الخلايا، كيف هذه، يمكن من ناحية أمنية غير محبذ أن يتكلم بأسمائهم. القضية الأخرى قد تكون لأسباب عشائرية، أنت تعلم أخي أن الناس عشائر، قد يكون بعض هؤلاء الناس قتلوا من أبناء عشائر أخرى لتمهيد الوضع والمصالحات العشائرية، قد تكون أيضا هو السبب الثاني لعدم الإفصاح، وهو عدم إفصاح مبرر لرجال الأمن، ما بيستعجلوا يفصحوا عن كل شيء حتى يحين ذلك في وقته. ولكن هل تستبعد تماما دكتور عبادي أن تكون دوافع هؤلاء دوافع داخلية بحتة، سواء صراعات عشائرية سواء دوافع إجرامية أو غير ذلك؟ صحيح، الدوافع العشائرية هي عندنا بالأردن، يعني ما في إلا الاغتيال لقطرة عشيرة إلى أخرى، هذول أربعة كل واحد من منطقة كل واحد من عشيرة بيحضروا لحزام ناسف، ولا قطعا مش عشائرية. والأشي الثاني، لا يمكن أن يكون إجرامية بالمعنى الإجرامي. المجرم يعني يمكن إذا حاصرته يستسلم، إذا كان مهرب حشيش يستسلم، أما الداعشي فهو الذي لا يستسلم، الذي يستبق الأمور أن يذهب إلى الجنة، وشكرا لأجهزتنا الأمنية الذي أرسلتهم إلى مصيرهم المحتوم سريعا كما أرادوا لذلك. شكرا جزيلا لك دكتور ممدوح العبادي الوزير والنائب السابق، كان معنا مباشرة من عمان.